أجرى موقع الفن مقابلة مع الممثل حسين أووق، وبداية حكينا عن بعض الانتقادات اللي بيتعرض لها برنامج تاع اللي بيزعل. موضوع تاع اللي بيزعل على التي في ماشي حاله ومقلع كل شيء تمام ونحن مبسوطين والجمهور مبسوط، لابد يصير في جدل من وقت للتاني على بعض القصص، مش كل القصص بتتلاقى بمحل واحد. أوقات مثلا بتتعمدوا تعملوا جدل كرمال المشاهدة أو كرمال؟ لا ابدا، للترند الحمد لله عندنا جمهورنا قبل تعلو بيزعل، مش بحاجه نعمل ترندات لنبلش نطلع، مش ركضنا على السوشيال ميديا. الموضوع اللي نحن حكينا فيه بعده سكتشات مش بس بهذا السكتش، هو انه نحن بنعمل دارك كوميدي واللي هي محمد اللي حابب يطرحها هلا على الفن اللبناني او على هذا النوع من البرامج اللي هي مش معود عليها الجمهور اللبناني لهلا، فعم ينقز منا اول شيء، بعدين بيرجع بس يحضرها بيتقبلها وبيضحك عليها عادي، بس انا احنا مش معودين عليها. بتحب تشارك بمسلسلات لبعدين دراميه؟ حاليا يعني حسب انه ممكن يعني مش ممكن، ما لنا مشكله، مش حاطط حدود لشيء ابدا بحياتي يعني. السؤال الاخير، شفنا الممثل طارق تميم كان عم يحكي عن الشادور وكمان تعرض لانتقادات وصار في جدل على الموضوع، هل بتوافقوا الراي؟ هل بتوافقوا شو قال؟ او برايك بيستحق هالجدل اللي صار؟ ما تابعت بالضبط شو قال لعلق لك على الموضوع، صدقني يعني ما حضرت المقابله بالضبط، شفت جدل واسع صار على السوشيال ميديا، وانا ما باخذ حكي من السوشيال ميديا لانه اوقات بياخذوا طرف خيط وبلشوا قصف عليه للشخص وصايره معنا قبل، فما حقدر علق لاحضر المقابله صدقني، فما في يقول مع ضد الا لاحضر يعني. حبيب قلبي انت، انا بدي اتشكرك واتمنى لك كل التوفيق ونجاح. شكرا، ميرسي كثير لكم، ميرسي. لمعرفة كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.